النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنتكلم عن ال RNA. طيب ايه هو ال RNA؟ ال RNA اللي هو ريبوز نيوكليك اسيد، عبارة عن سنجل ستراند. خلاص، طيب السنجل ستراند ده بعكس ال DNA اللي كان دبل سترينج، هنا بيتكون السنجل ستراند من نيوكليوتايدز برضه. طب النيوكليوتايد بتركب من ايه؟ بتركب من شوجر نوعه ريبوز، بتركب من فوسفيت، وبتركب من نيتروجينس بيز. طيب ايه فرق النيتروجينس بيز اللي هنا عن اللي في الدي ان ايه؟ هنا برضو عندي بيورين وبايرينيدين برضو زي دي ان ايه بالظبط، بس الفرق ان البيورين هنا عندي ادينين وجوانين، والبايرينيدين عندي سايتوسين ويوراسيل، ما عنديش ثيامين. يبقى اذا الثيامين بيز مش موجود في الار ان ايه، وكل نيوكليوتايدز بترتبط بالنيوكليوتايدز اللي جنبها في السنجل ستراند عن طريق ايه؟ الفوسفوداي استر بوند. اهو زي ما احنا شايفين في الصوره، ادي البيورين عباره عن ادينين وجوانين، الخمسه ممبر رينج ماسكه في السكس ممبر رينج، وعندنا البايرينيدين اللي هم اليوراسيل والسيتوسين اللي بيكونوا سنجل سكس ممبر رينج. طب ايه دور ال RNA؟ دور ال RNA ثلاث حاجات. اول حاجه بينقل الجيناتك مسج من النيوكليوس للسيتوبلازم. خلاص، لان ال RNA بيقدر يتحرك بره النيوكليوس، يبقى دي اول حاجه. تصنيع البروتين في الريبوسوم، فاكرينه الفانكشن بتاعت الريبوسوم. كمان في بعض انواع الفيروسات ال RNA هو بيكون الجيناتك ماتيريال نفسها، يعني الفيروسات دي ما عندهاش دي ان ايه. يبقى في بعض الفيروس ال RNA act as the genetic material، وهو اللي بينظم حركة او عمل الجين اكشن. طيب لو جيت قارنت بين ال DNA وال RNA، ال DNA موجود فين؟ ال DNA موجود جوه النيوكليوس، اما ال RNA بيكون بره النيوكليوس، بيكون في السيتوبلازم، ما عدا ما عدا في حتت معينة بيكون ال RNA جوه النيوكليوس. طيب الجيناتك ماتيريال هنا بيقول ان ال DNA هو الجيناتك ماتيريال، طبعا هو اللي عليه الشفرة الوراثية، اما ال RNA مش هو الجيناتك ماتيريال اكسبت زي ما قلنا في بعض الفيروسات. خلاص، طيب نوع الستراند طبعا في ال DNA دبل ستراند، اما في ال RNA بيكون سنجل ستراند. الهيليكس طبعا ال DNA بيكون فيه regular helical coiling، يعني بشرتين لفين على بعض، لكن في ال RNA no regular coiling. طيب نوع الشجر في ال DNA ديوكسي ريبوز، في ال RNA ريبوز. نيتروجينس بيز، في ال DNA قلت ايه؟ قلت الثيامين والادينين والسيتوسين والجوانين، قلت في ال RNA اللي موجود ايه؟ موجود ادينين وسيتوسين وجوانين، ويوراسيل مكان مين؟ مكان الثيامين. طيب ايه هي انواع ال RNA؟ زي ما احنا شايفين كده، في عندي ماسنجر mRNA وبتبقى اختصاره mRNA، زي ما احنا شايفين كده سنجل ستراند بيبقى شايل النيوكليوتايدز، وبعد كده عندي الريبوسومال RNA اللي هو ال RNA، عباره زي ما احنا شايفين كده 2 سب يونت، لارج سب يونت متصله بسمول سب يونت، وفي عندي الترانسفير RNA اللي هو tRNA، زي ما احنا شايفين كده بيكون شايل الثلاثه نيوكليوتايدز، اللي هو الثلاثه نيوكليوتايدز دول بسميهم كودون، اللي بيكونوا بيعبروا عن امينو اسيد. وهقول دلوقتي يعني ايه الكلام ده. طيب اول حاجه هتكلم على الماسنجر RNA، زي ما احنا شايفين كده هو بيكون سنجل ستراند. طب بيجي منين؟ بيجي من نتيجه ان انا بنسخ الدي ان ايه، مش انا الدي ان ايه عندي دبل ستراند، طب لما باجي افصلهم عن بعض واجي اعمل نسخه، هنسخ نسخة من ستراند واحد بس، عشان كده بقول ان ال RNA تحديدا ال mRNA بيكون complementary ل one strand من ال DNA. complementary يعني مكمل، يعني لو تخيلت ان على شريط ال DNA في عندي A وفي عندي مثلا ال C وال G وهكذا، يبقى المكمل ليهم. فاكرين ال A كان المكمل ليه، بس على ال RNA بقى كان
والسي المكمل ليها الجي. خلاص، فده معنى ان هو بيكون مكمل للدي ان اي زي ما قلنا نسبته من 5 لـ10. طب ايه وظيفته بقى؟ يعني ايه وظيفة الار ان اي؟ زي ما احنا كنا قلنا في الاول، وظائف الار ان اي ان هو ينقل لي الشفرة الوراثية من النيوكليوس للسيتوبلازم. هو بيجي بينقل لي، عشان كده بسميه ماسنجر او رسول، بينقل لي الجيناتيك ماتيريال من النيوكليوس من الدي ان اي، ينقل للسيتوبلازم بالريبوسوم، عشان الريبوسوم يقوم مصنع لي بقى ايه البروتين. يعني معنى كده ان انا بحول الشفرة الوراثية المتخزنة عندي في النواة احولها بقى لبروتين، والبروتين ده بيكون داخل في تركيب معظم الحاجات اللي جوه الجسم. طيب زي ما قلنا على شريط الماسنجر ار ان اي، كل 3 نيوكليوتيدز بيمثلوا كودون. خلاص، الكودون ده بيعبر عن امينو اسيد، فامينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد هيعمل لي البروتين. خلاص، يبقى اذا الماسنجر ار ان اي بيتحرك من النيوكليوس روح للسيتوبلازم عشان هيرتبط بالريبوسوم، وبعد كده انا كده نقلت الامينو اسيدز. خلاص، فبعد كده تحصل عملية ترانسليشن، يعني اترجمهم لبروتين، وبالتالي بيحول لي بقى ايه، بيحول لي الشفرات دي او الكودون الامينو اسيد او لبروتين بمساعدة اللي هو التي ار ان اي او ترانسفير ار ان اي، وهنقوله دلوقتي. طيب النوع الثاني الرايبوسومال ار ان اي، او اللي بسميه ار ار ان اي، زي ما كنا بنقول ان هو عباره عن 2 سب يونتس. طب موجود فين؟ موجود في الرايبوسوم في السيتوبلازم. خلاص، بيمثل لي بقى 80% من التوتال ار ان اي، عشان كده هو مهم جدا. ايه الفانكشن بتاعته بتاعت الار ار ان اي؟ بص بقى، يعمل ارتباط الماسنجر ار ان اي بالتي ار ان اي، خلاص، للريبوسوم. يعني بيربط 3 حاجات ببعض، الماسنجر ار ان اي، ماشي، والتي ار ان اي، والريبوسوم في السيتوبلازم عشان اصنع البروتين. طيب احنا كده لسه برضو مش متخيلين ايه اللي بيحصل، لسه هنقول دلوقتي، بس خلينا نعرف مبدئيا وظيفة كل حاجة من الار ان اي. احنا خدنا الماسنجر ار ان اي، خدنا الريبوسومال، وخدنا وظيفته ونسبته قد ايه. قلت ان هو بيربط الماسنجر والتي ار ان اي بالريبوسوم. بتعمل الربط ده بيعمل لي ايه في الاخر؟ بيحول لي او بيعمل لي ترانسليشن، يعني ترجم لي بقى الكودون والنيوكليوتايد لامينو اسيد والبروتين. طيب اخر نوع خالص اللي هو ترانسفير ار ان اي او تي ار ان اي، ده نسبته حوالي 15%. تمام. طيب وظيفته ايه؟ بص بقى، وظيفته بينقل الامينو اسيد. فاكرين لما شاورت وقلت ان هو بيشيل 3 نيوكليوتايدز، وكل 3 نيوكليوتايدز بيعبروا عن امينو اسيد، فهو وظيفته ايه؟ كاري امينو اسيد. طبعا كل واحد بيشيل امينو اسيد، كل نوع بيكون مخصص لامينو اسيد. خلاص، and attach them to mRNA، يبقى هو بيرتبط بالماسنجر ار ان اي. عشان ايه؟ عشان synthesis of protein during translation. يبقى هو وظيفته carry various amino acid attach them to mRNA for protein synthesis during translation. يبقى مين اللي بينقل لي الشفرة الوراثية من الدي ان اي يوصلها للسيتوبلازم؟ الماسنجر ار ان اي. طيب الرايبوسومال ار ان اي ده موجود في السيتوبلازم، وظيفته ايه؟ بيربط 3 حاجات، الام ار ان اي والتي ار ان اي للريبوسوم. خلاص، طيب يجي بعد كده الترانسفير ار ان اي اللي هو بينقل لي بقى الامينو اسيد، كل واحد بيشيل امينو اسيد، وعشان تكمل عملية الترانسليشن اللي يحول الكودونز بقى لامينو اسيد ولبروتين. طب ازاي بتتم العملية دي بالتفصيل عشان نتخيل؟ هنقول دلوقتي. يبقى اول حاجة انا بيكون عندي دي ان ايه، ده موجود في النيوكليوس، ستورد انفورميشن،
بعمل لها ترانسكريبشن عشان انقلها بقى من النيوكليوس للسيتوبلازم. فعملت ترانسكريبشن او نسخ. فاكرين لما قلت ان الام ار ان اي هو كومبلمنتري لشريط من الدي ان اي مكمل ليه؟ عشان كده بقول ترانسكريبشن نسخ. خلاص فعمل لي الام ار ان اي اهو، نقلها لي بقى من النيوكليوس للسيتوبلازم. بعد كده تبدا عمليه الترانسليشن بقى، المعلومات اللي انا موديها للسيتوبلازم ديت في شكل شفره، عايزه بقى افك الشفره واعمل ترانسليشن عشان اعمل ايه؟ سينثيسيس للبروتين. خلاص بشكل تاني برضو زي ما احنا شايفين، ادي عندي اهوت الدي ان اي بعد ما فصلت اصبح عندي شريط. هنسخ بقى الشريط ده فحوله الار ان اي عشان يتحرك من النيوكليوس للسيتوبلازم في صوره ام ار ان اي. اهو اتنقل اهو. خلاص بيبقى الماسنجر ار ان اي كل 3 نيوكليوتايدز بيمثلوا حاجه اسمها كودون، بيعبروا عن امينو اسيد. فلما اجي احول بقى الشفره او الكودون ديت لامينو اسيد اللي هي من خلال عمليه الترانسليشن، فاحول الكودونز لامينو اسيد، وبالتالي امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد تعمل لي البروتينز او البولي بيبتايدز. يبقى اذا عمليه التصنيع تضمنت حاجتين، الترانسكريبشن او النسخ، وعمليه الترانسليشن او عمليه ترجمه الشفره ل امينو اسيد وبروتين. خلاص يبقى اول حاجه عمليه الترانسكريبشن هي ايه بقى؟ هي اول بروسيس او فيرست بروسيس ان جين اكسبريشن. خلاص ذا بروسيس اوف ار ان اي سينثيسيس دايركتد باي دي ان اي تمبلت. طبعا ما احنا قلنا ان لازم يكون عندي دي ان اي فصلته وهستخدمه كتمبلت خلاص عشان انسخ الار ان اي منه. طب عمليه بقى النسخ ديت او عمليه تصنيع بقى الار ان اي بتتم على 3 مراحل: initiation, elongation, termination. طيب اول حاجه عمليه الانيشيشن. خلاص يبقى احنا زي ما قلنا كده ان عمليه تصنيع الار ان اي، عمليه النسخ اللي هي ترانسكريبشن، بتتم اول حاجه عن طريق ايه؟ عن طريق انزيم اسمه ار ان اي بوليميريز اللي بينسخ لي بقى الدي ان اي. طب ينسخ الدي ان اي فين؟ بينسخ في حته معينه في الدي ان اي هي اللي بتوجه الار ان اي بوليميريز انه يبدا النسخ من الحته دي تحديدا. خلاص طيب الار ان اي بوليميريز بيقوم رايح ماسك في شريط الدي ان اي في حته معينه اسمها البروموتور ريجون. يبقى دي اول خطوه اللي هي الانيشيشن. طب يا ترى الار ان اي بوليميريز بيروح يمسك في اي شريط؟ طب ما انا عندي الدي ان اي اصلا شريطين صح، واحد من 5 ل3 واحد من 3 ل5. طب بيروح يمسك في النمو، هنقول دلوقتي، ودي حته مهمه جدا. طيب ايه بقى اللي بيوجه الار ان اي بوليميريز؟ احنا اتفقنا ان هي حته البروموتور ريجن. طيب الدي ان اي ليه بيتفك او ليه بيحصل له انكويلنج؟ دي لي مجموعه من البروتينز اسمها ترانسكريبشن فاكتورز، هي اللي بتعمل انويند للدي ان اي، اللي بتفك الدي ان اي عشان تسمح للار ان اي بوليميريز ان هو ينسخ شريط الدي ان اي. تمام. طيب اي شريط اللي بيتنسخ او بستعمله كتمبلت؟ الشريط اللي هو اتجاهه من 3 ل5 وبسميه انتي سنس. خلاص يبقى الشريط اللي بيتنسخ اللي هو اتجاهه من 3 ل5 وبسميه انتي سنس. اما الشريط اللي هو اتجاهه بقى من 5 ل3 او السنس، ده ما بيحصلوش ترانسكريبشن. اذا الار ان اي بوليميريز بيفضل يتحرك بيضيف في النيوكليوتايدز، بينسخ شريط اللي هو الدي ان اي اتجاهه من 3 ل5 او اللي هو الانتي سنس، فبالتالي بيكون اتجاه الار ان اي بوليميريز من 5 ل3. خلاص بيفضل يضيف لحد ما ايه؟ ينسخ شريط الار ان اي، بيضيف 60 نيوكليوتيدا في الثانيه الواحده. يبقى دي عمليه الالونجيشن. اخر
اخر حاجه بقى عمليه الترمينيشن، هو انا هفضل اصنع لما لا نهايه؟ لا طبعا، ار ان اي بوليميريز بيفضل يتحرك لحد ما يلاقي منطقه حاجه اسمها الترمينيشن او الترمينيتور سيكونس، مجموعه كده من النيوكليوتايدز جنب بعضها بسميها ترمينيتور سيكونس، بتقول له وقف بقى. اول ما توصل للمنطقه دي يبدا الار ان اي بوليميريز بيقوم سايب الام ار ان اي اللي اتكون ده، ويحصل له دي اتاتشنج من الدي ان اي، ينفصل عنه عشان يبدا بقى يشتغل. وبسمي بقى اللي هو الام ار ان اي اللي لسه متكون ده اماتيور او بري ام ار ان اي، خلاص هيحصل له بقى اكتيفيشن ويبدا يخش في مرحله ايه الترانسليشن، ويبقى كده انا خلصت مرحله الترانسكريبشن او تصنيع الار ان اي. وكان قلنا ان هي بتكون من ثلاث حاجات: انيشيشن، الانفيشن، ترمينيشن. انا دلوقتي عملت عمليه الترانسكريبشن وصنعت الام ار ان اي، وطلعت الشريط اللي هو السنجل ستراند ده اللي بيحمل النيوكليوتايدز، ونقلته بقى للسيتوبلازم. طيب لحد دلوقتي هو لسه الجسم مش فاهم ده ايه، دي مجموعه شفرات ونيوكليوتايدز، لا انا عايزه احولها بقى لغه الجسم يعرف يتعامل معاها ويعمل لها بروسيسنج. ان انا اعمل بقى عمليه اسمها ترانسليشن بقى، احول اللغه من نيوكليك اسيد ونيوكليوتايدز اللغه بقى مفهومه للجسم اللي هي لغه البروتينز. عشان كده بقول ان انا بعمل عمليه الترانسليشن، ان انا افك الشفره الوراثيه بقى للغه يقدر الجسم يتعامل معاها. طيب البروتينز يا جماعه الوحده بتاعتها اللي هي الامينو اسيد، امينو اسيد قلنا جنب امينو اسيد بيعمل لي اللي هو البولي بيبتايدز او البروتينز، والرابطه بينها وبين بعضها اللي هي البيبتايد بون. طب انا عندي كام امينو اسيد اصلا في جسمي؟ 20 امينو اسيد، مستحيل يزيدوا عن 20، خلاص. طيب النيوكليك اسيد احنا اتفقنا انا عندي نيوكليك اسيد كام لتر بيزز، يعني قلت 4، هنا 4 في الدي ان اي و4 في الار ان اي، عمرهم ما يزيدوا عن الاربعه دول، خلاص. يبقى انا عندي 4 لتر بيمثلوا النيوكليوتايدز، وعندي 20 امينو اسيد. طب لما انا قلت اصلا قبل كده ان كل 3 بيز في الار ان اي بيمثلوا اللي هو الكودون بيمثلوا امينو اسيد، يبقى انا عندي احتماليه ان الار ان اي يترجم لامينو اسيد، بصوا 4 اس 3 بيديني 64 امينو اسيد، طب انا اصلا عندي 20، يبقى اذا بالنيوكليوتايدز اقدر اصنع عدد اكبر من اللي الجسم محتاجه كمان، خلاص. عشان ايه؟ طبعا هي المعادله الرياضيه مش مهمه، بس هي عشان تفهمك ان الليترز بتاعه البيزز اللي موجوده في الار ان اي تقدر تكفي وزياده الامينو اسيد اللي مطلوب تصنيعها. طيب زي ما احنا كده شايفين في الجدول، الجدول برضو للفهم، كل 3 لترز همت يو 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 مثلا بيعبروا عن ايه؟ عن امينو اسيد اللي هو مثلا زي الفينايل انيلين. ممكن برضو الفينايل انيلين يتصنع برضو بثلاثة لترز تانيين اللي هما اليو يو سي مثلا، خلاص. كل دي جماعة عشان تقرب لكم الصورة. طب ناخد حاجة تانية مثلا في الصف التاني، اجي عندي اليوسين في امينو اسيد، بص ممكن يتصنع بقد ايه؟ سي يو يو سي يو سي سي يو اي. يبقى كل لما يلاقي السيكونس ده بيبقى بالنسبة له اوردر ان هو يصنع الامينو اسيد. عشان كده انا بقول ان عدد اللترز بتاعة اللي هي النيوكليوتايدز اللي هم الاربعة يقدر يصنع لي عدد من الجسم اكتر من اللي موجود اصلا ومن المطلوب، خلاص. يعني ده عشان يقرب لك الصورة ان هو اي لما يلاقي اي سيكونس زي مثلا من دول يصنع لي مثلا ايه الفينايل انامين، اي سيكونس مثلا من ده يصنع لي اليوسين، وهكذا. وفي برضه عندي السيرين، شوف هتلاقي كل امينو اسيد قدامه مجموعة من السيكونس، يعني الجسم مش هيغلب، انا بديله احتمالية 3 اضعاف. هو عنده 20 امينو اسيد، لا ده انا اقدر بقى اقدر اعمل لك 60 سيكونس كمان، خلاص. يبقى كل واحد هتلاقي ممكن بالتلاتة وبالاربعة كودن يقدروا ايه يصنعوه.
طيب عملية الترانسليشن بقى بتتم على 3 خطوات برضو: initiation, elongation, termination. تاني يا جماعة بقول اهوت، ادي بصوا النيوكليوس اهوت جواها الدي ان اي، نسخت من الدي ان اي الار ان اي خلاص، وسميته العملية دي سميتها ترانسكريبشن. طيب البري ام ار ان اي اتحول ل ام ار ان اي، تحولت من اماتيور او بري للي هو الاكتف بقى، حصل له عملية البروسيسنج، وبعد كده خرج هو زي ما احنا شايفين راح السيتوبلازم عشان يدخل هو ويحصل له عملية الترانسليشن. طيب اول حاجة، طيب زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، اول حاجة بتحصل عملية اللي هي الانيشيشن. بصوا كده معايا على الصورة، هنلاقي هنا ايه؟ هنلاقي هنا ان ال mRNA بيرتبط بالريبوسوم، اللي هي الريبوسوم ده اللي هو القطعة اللي كنا بنقول عبارة عن لارج وسمول يونت، فاكرين؟ طيب بيخش ما بينهم كده الماسنجر RNA خلاص. طب بيروح يمسك في اي حتة، ويجي كمان مين يقابلهم؟ ما هي بقى بيبقى ماسنجر RNA والتي RNA والريبوسوم، التلاتة بيقوموا ماسكين في بعض خلاص. طيب الماسنجر RNA اللي هو اللونه موف ده، اللي دخل في النص بين القطعتين بتوع الريبوسوم، دخل في النص ما بينهم اهو، ويجي يقابله كمان مين؟ التي RNA. طيب الماسنجر امتى بيرتبط بالريبوسوم؟ اما بيلاقي حاجه اسمها الستارت كودون. دي تيجي الستارت كودون ديت، ده لازم الكودون ده بيبدا بالاي يو جي، بالنيوكليوتايدز دي لازم يبدا بيهم. بيبقى ده موجود فين؟ في الام ار ان اي خلاص، ويقوم ماسك فيه في المقابل بقى في التي ار ان اي اللي هو جاي له بقى من فوق ده، اللي هو شايفين التي ار ان اي اللي هو لونه لبني ده، يقوم ماسك في الموف ماشي في اي حتة بقى. لما يقابل الستارت كودون يقابل الانتي كودون المقابل ليه او المكمل ليه في التي ار ان اي خلاص. طب التي ار ان اي ده جاي شايل ايه؟ فاكرين لما كنت بقول ان هو بيشيل 3 نيوكليوتايدز بيعبروا عن امينو اسيد؟ فاكرين لما قلت قدام كده؟ طيب يبقى ده بالنسبة له حصل عملية الانيشيشن، ان جه ال mRNA ارتبط بالريبوسوم، ارتبط كمان بال tRNA، بس بشرط عندي ان ال mRNA اما مسك مع ال tRNA، مين اللي مسك؟ الستارت كودون اللي هو ال EUG مع الانتي كودون او المكمل بيه في التي ار ان اي. فدي بتبقى بالنسبه لعمليه الترانسليشن اشاره البدء، كده حصل انيشيشن. يبقى فهمنا ان اول شرط لعمليه الانيشيشن ان هي تحصل ان تبدا تلاقي الاي يو جي ديت اللي هي موجوده في الام ار ان اي تمسك مع المكمل ليها في شريط التي ار ان اي اللي جاي له من فوق اهو. كل ده بيبقى مين اللي محوط عليه؟ بيبقى محوط عليه الريبوسوم. يبقى ثلاثة مرتبطين ببعض، الريبوسوم والام ار ان اي والتي ار ان اي. بعد كده تبدأ عملية الالونجيشن بقى، خلاص انا عايز ازود بقى، انا مش هعمل امينو اسيد واسيبه، لا ده انا هعمل امينو اسيد كتير وكلهم يمسكوا في بعض عشان يتكون عندي البروتين. فبيقول لي هنا بقى معلومة مهمة، بيقول لي هنا ان الريبوسوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 اجزاء خلاص. ال3 اجزاء ديت اللي هم ايه؟ اهو زي ما احنا شايفين في الصورة، ادي الاي وادي البي وادي الاي، دي اماكن موجودة فين؟ دي اماكن موجودة في الريبوسوم. طيب الريبوسوم اللي هو الكتلة اللي لونها بني ديت بتتحرك في خلال ال mRNA، ما احنا قلنا ان ال mRNA ده اللي هو لونه موف خلاص، والريبوسوم اللي هو بني واللي جاي له من فوق شايل الامينو اسيد ده اللي هو تي ار ان اي، ثلاثه بيرتبطوا ببعض. طيب اشاره البدء هي لما الكودون اللي هو الستارت كودون اللي هو لازم بيبدا بالاي يو جي خلاص في الام ار ان اي بيلاقي في تي ار ان اي الانتي كودون او المكمل ليه خلاص. طيب بصوا بقى ايه كده اللي بيحصل، ان الستارت كودون بقى اللي هو الاي يو جي ده بيخش في المكان اللي هو بي خلاص، وضحت كده؟ وبقيت بقى السيكونس اللي هو الكودون اللي وراه بيخش في ايه؟ يبقى اصبح عندي الاي فاضي ماشي، ما ده كان انا عندي فيه غرف كده في الريبوسوم اي وبي وايه، مين اللي بيخش في بي؟ اللي هو مين؟ الستارت كودون
اللي هو الاي يو جي، خلاص دخل في المكان ده، والكود اللي وراه دخل في ايه، والاي فاضي، عشان هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. طيب اللي بيحصل بقى ان كل لما يجي تي ار ان اي محمل بامينو اسيد يقوم داخل في المكان اللي وراه، ويبدا تتنقل، شايفين تتنقل الامينو اسيد من ده للي جنبه، فبدل ما كان شايل اهوت امينو اسيد واحد شايل اتنين، ويقوم بستخدم الاي كانها اكزيت كده، يقوم خارج منها التي ار ان اي، خلاص هو جاب الامينو اسيد وشكرا وراح خارج. خلاص تقدر بقى تتكرر العمليه ديت باستمرار لحد ما يلاقي مين، لحد ما يلاقي الستوب كودون، وتبدا عمليه الترمينيشن تقف. خلاص كده يا جماعه. طيب الستوب كودون بقى اللي هم اليو اي اي او اليو اي جي او اليو جي اي، خلاص لما بقابلهم خلاص كده بيقف عمليه اللي هي الترانسليشن بتقف. وانا برضو منزل لكم فيديو موضح قوي العمليه ديت عشان نقدر نستوعبها. ابلكيشن بقى للار ان اي ترانسكريبشن، يعني هصنع بقى ادويه استفيد من حته الترانسكريبشن اللي بتحصل دي. في عندي بكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم تيوبركيولوسيس، دي اللي بتسبب التي بي او السل اللي هو التيوبركيولوسيس. طيب انا بدي بقى دواء انا صنعته عندي اسمه ريفامبيسين. طب الريفامبيسين ده بيعمل ايه؟ بيعمل انهيبيشن للار ان اي بوليميريز، يبقى كده شكرا عمليه الترانسكريبشن من الاول خالص، والبروتين سينثيز هتقف، لان انا وقفت ترانسكريبشن، وقفت تصنيع الار ان اي من الدي ان اي. طب هو كده يبقى انا كده خلاص انا قضيت على البكتيريا ديت، لان هي كده مش هتتكاثر، فبالتالي انا كده عالجت. ومش كده بس، ده الريفامبيسين ده سيلكتيف توكسيك كمان. يعني ايه سيلكتيف توكسيك؟ يعني لما بيروح يمنع الار ان اي بوليميريز، بيمنع الار ان اي بوليميريز الخاص بالبكتيريا دي، ما بيروحش، ملوش دعوه ببقيه النورمال سيلز اللي في الجسم. فهو بالنسبه لي طبعا دراج اوف تشويس، يعني دراج مميز جدا، لان هو بيأثر لي بس على البكتيريا المؤذيه، ملوش دعوه بالار ان اي بوليميريز بتاع الجسم العادي. وبكده انا خلصت محاضره النهارده.